ختام فقراتنا لليوم رح نروح لعالم المعلوماتية، فقد أصبح مصطلح المعلوماتية مرتبط بالعديد من المجالات المختلفة في المجتمعات البشرية، مما أدى لتطويرها بشكل ملحوظ لأنها اعتمدت على توفير كافة الطرق المناسبة لاستخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة وخصوصا الحواسيب التي صارت جزءا رئيسيا من حياتنا اليومية. رح نحكي أكثر عن مفهوم المعلوماتية وهالعالم الواسع يلي نحن عم نستخدمه بشكل يومي وعم يلبي طلباتنا واحتياجاتنا نحن وقاعدين ببيوتنا. مع الدكتور أستاذ، صباح الخير، يسعد أهلا صباحكم. وسهلا أهلا فيك. وسهلا فيكم. يسعد صباحك دكتور. يسعد اليوم صباحك. واقع صناعة المعلوماتية كيف عم بيكون، إن كان بشكل عام أو حتى في سوريا بهي الظروف الصعبة يلي عم بنعيشها؟ هلأ الحقيقة صناعة المعلوماتية بثورة المعلومات هي من أهم الصناعات، وفي كتير دول اقتصادياتها معتمدة على صناعة المعلوماتية مثل الهند مثل الصين. صناعة المعلوماتية الشيء الجميل فيها أنه هي ما لها بحاجة إلا موارد قليلة، عقل بشري مفكر، ممكن أنه تنتج وتدعم الاقتصاد، إن كنا عم نحكي الاقتصاد المحلي أو الاقتصاد العالمي. إذا بدنا نحكي شوي عن واقع المعلوماتية بالبلد، نحن عشنا بين 2000 و2010 تطور كتير كبير بمجال الشركات اللي بتشتغل بالمعلوماتية، إن كنا عم نحكي عن الحكومة الإلكترونية، وإن كنا عم نحكي عن أتمتة المؤسسات والبرمجيات. حقيقة الحرب أثرت بشكل سلبي وأثرت بشكل إيجابي. يعني اليوم نحن بعد الحرب حقيقة السوق المحلية صارت أضعف من قبل بسبب يعني ما عاد في تركيز كبير على موضوع المعلوماتية، موضوع صناعة البرمجيات، موضوع الأنظمة، أنظمة المعلومات. ولكن الشيء الإيجابي اللي صار أنه نحن كسوريين انتشرنا حول العالم. هذا الشيء صار يجيب شغل للسوريين من برا البلد، فصرنا نشتغل شيء اسمه outsourcing، يعني نشتغل لدول خارج البلد. فاليوم المعلوماتية على الصعيد المحلي بسبب الظروف الاقتصادية صارت أضعف من قبل، ولكن البديل الحلو اللي كان أنه نحن صرنا اليوم عم نصنع البرمجيات لخارج البلد، وهذا بحد ذاته نقطة قوة كتير كبيرة لإلنا لصناعة المعلوماتية بالبلد، وهذا ممكن يعني يجيب وارد للبلد من خلال هاي الصناعة. دكتور خلينا نحكي، يمكن في كتير سوء استخدام للمعلوماتية، في كتير يمكن معوقات عم تكون واقفة بوش تطوير المعلوماتية بشكل عام، خلينا نحكي عن أهم المعوقات وأهم الاستخدامات والأساليب الخاطئة. هلا حقيقة هي المعوقات وخاصة خلال الحرب كبيرة، بس يمكن أنا بعتبر من أهم المعوقات هو ثقافة المجتمع. يعني اليوم نحن ما عندنا ثقافة المعلوماتية الصحيحة، في ناس كتير شريحة كتير بتستخدم هالموبايل فيسبوك واتساب، بس حقيقة الاستخدام الصح لها انه يفوت بالتجارة، يفوت بالطب، تفوت بالمجالات المختلفة. فثقافة المعلوماتية، نحن دخلت المعلوماتية عنا بأواخر القرن الماضي ويعني اندعمت خلال الفترة، فنحن بنقول دائما انه نحن اللي عم نستخدم التكنولوجيا ما لنا جيل متأصل. يعني هلا الجيل الصغير اللي طالع هلا هو سابقنا بمراحل، هدول اللي بنسميهم النيتف ديجيتالز، يعني اللي هن اساسا خلقوا بعالم الديجيتال. يعني اليوم ابني بيحمل الله الموبايل ما الله يعينهم والله هو بجوز يقولوا يعني بالمستقبل انه شلون نحن كنا عايشين بدون مثلا هالتكنولوجيا، بدون هالمعلوماتيه. فاليوم طفل صغير بتلاقي عمره 3 سنين 4 سنين حامل هالموبايل عم ينزل العاب، هذا انولد بعصر المعلوماتيه، فلح يكون ردود افعاله تجاه المعلوماتيه واستخدامها بشكل صحيح افضل من نحن. خلينا نقول الجيل الهجين، جيلنا، الجيل اللي قبلنا، احيانا حتى بتحسيهم انه خايف يشعل الحاسب. فحقيقه ثقافه المجتمع، ثقافه مثلا انه نحن نفوت على الانترنت نشتري، هي الثقافه لسه ما كثير انتشرت عندنا بالبلد. ثقافه انه نستخدم التكنولوجيا، لانه ما في مصداقيه لتشتري، لانه بتطلب شيء بيطلع هلا الحقيقه يعني يفترض ما تعودوا بعد على ما تعودنا. وفي معوقه ثانيه هي داعمه للمعوقه الاولى اللي هي الدفع الالكتروني. يعني اي شيء انت بدك تشتري من على الانترنت اليوم، التاجر بحد ذاته انه انت اذا ما دفعتي له هو كمان بيعتبرك انه انت بجوز عم تمزحي، بجوز ما عم
منك جدية بطلبك. فبالتالي كمان الدفع الإلكتروني هلأ في بلشت المصرف التجاري السوري وبلش بعض القطاعات الحكومية يدعم هاي الفكرة، بس نحن بحاجة لدعم أكبر بالنسبة للدفع الإلكتروني إن كنا عم نحكي عن داخل البلد. هو هذا الشيء الدفع الإلكتروني بيدعم اقتصاد البلد وبيحسن يمكن هلا هو العمله. هو يعني إن كنا عم نحكي عن داخل البلد، إذا كنا عم نعمل عمليات البيع والشراء داخل البلد فهو أكيد رح يكون يحرك شوي الأمور تماماً. بس نحن مشكلتنا أحيانا عم بتكون، وخاصة أنا بهذا الجو، أنه يعني نحن اللي عم نشتغل لبرا البلد والمبرمجين والشباب والشركات اللي عم تشتغل لبرا البلد، عمليات التحويلات لسوريا عم تكون شوي صعبة بالنسبة بهذا الموضوع. فكمان الدفع الإلكتروني هو واحد من المشاكل اللي عم تعاني منها هي الصناعة، طبعا باتجاه محدد تجاه التجارة الإلكترونية. إن كنا عم نحكي على البنية التحتية، يعني يفترض أنه مثلا نحن خبزنا مثل ما بيقولوا الكهرباء والإنترنت، فبسبب مثلا تقطعات الإنترنت بسبب الكهرباء اليوم الفريلانسرز الشباب اللي عم يشتغلوا لبرا البلد بيواجهوا هاي المشكلة بشكل كتير كبير، لأنه هن ما عندهم مقر يشتغلوا فيه. ففي شباب اليوم عم تشتغل لبرا البلد وعم لشركات برا البلد، يعني بيفتح الصبح ببلش دوامه وبيشتغل مع التيم مثلا بدول خارجية، فهذا إذا انطفت الكهرباء أو بجوز ما عنده إمكانية يجيب مولدة يجيب، فهي كمان واحدة من المعوقات اللي هي يعني بتوقف بوش صناعة المعلوماتية. هي المعوقات كتير كبيرة بس نحن ما بدنا كتير نفوت فيها، خاصة الحصار الاقتصادي. يعني اليوم نحن إذا بدنا نشتري خدمات، في خدمات تتقدم من شركات عالمية، ممنوع على السوريين إنه يشتروا خدمات، وهي كمان معوقة كتير كبيرة لدفع هاي الصناعة للأمام. أكيد رغم كل هاي المعوقات كمان في شباب عم يشتغلوا عم يحاولوا قدر الإمكان إنه يطوروا هاي الصناعة على الأفضل. نتمنى إنه يجي يوم فعلا تكون هاي خيرة هاي الصناعة كلياتها وعمل الشباب وجهدهم مو بس لبرا البلد، لإلنا لجوا البلد، ونقدر نطورها بشكل أكبر. شكرا لك دكتور. أهلا وسهلا. شكرا كثير لك ويسعد أوقاتك وصباحك.